ايا كانت المناسبه فخامه الرئيس بيكون دائما دائما حريص ان هو يحط منظور سيادته على الاسره المصريه، انها تكون مرتاحه، انها تكون سعيده، انها تكون سويه. دايما بنتكلم على موضوع الطلاق، او دايما بنتكلم على الاختلافات ما بين الزوج والزوجه والاب والام، وانعكاس ده على الاطفال، وبالتالي انعكاس ده على الاسره اللي هي الخليه المصغره للوطن او المجتمع. فدائما بيكون سياده الرئيس الحقيقه حريص كل الحرص ان هو لما يجي يتكلم دايما بيوجه كلامه ان احنا بنعمل كل ده للاسره المصريه، للحفاظ على كيان الاسره المصريه، للحفاظ على سعاده الاسره المصريه، علشان نوفر لها حياه سعيده كريمه وفي سلام. الحقيقه بعد ما سياده الرئيس انتهى من افتتاح هذه المشروعات صباح اليوم كان في لفته انسانيه، وبرضه دي الحقيقه حاجه من الحاجات اللي احنا تعودنا عليها من فخامه الرئيس، وهو طالع وسيادته طالع بالموكب بتاعه بعد انتهاء الافتتاح تماما. سيادته شاف سيده مسنه بسيطه كانت قاعده في الشارع، كان حريص كل الحرص انه يوقف هذا الموكب، وان هو سيادته يتكلم معاها، يعرف طلباتها ايه ويستمع اليها، وجه بتلبيه كافه طلباتها بعد هذا الحديث اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. عايزه الكلام ده يا رب يعلي مراتبك، يا رب يجيلك النعيم، يا رب يوسع رزقك، يوسع طريقك، يخليك لينا كلها تخدمها، بس يخليك لينا كلها. الحقيقة يعني طبعا سيادة الرئيس دايما بيكون حريص على كتير من اللفتات الإنسانية اللي يعني بنبقى دايما الحقيقة بنشوف سيادته فيها، وما بيتأخرش أبدا عن تلبية أي احتياجات لأي طلبات طبعا بتكون من المواطنين، فيعني لفتة طبعا رائعة الحقيقة جدا جدا.